بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكل الحضور الكريم. الليلة يسر فريق الإبداع التكنولوجي أن يقدم لكم ورشة تدريبية عن منصة ويكلت، تقدمها لنا مؤسسة وقائدة فريق الإبداع التكنولوجي الأستاذة عليا سعيد. في البداية أحب أن ألقي نبذة مختصرة عن الأستاذة والمدربة الدولية عليا سعيد. هي مدرب إلكتروني دولي، عضو لجنة التدريب باتحاد الخليج العربي، مدرب معتمد ضمن مبادرة التعليم الرقمي بفريق الاحتياجات التدريبية للقرن 21، مدرب بأكاديمية برايم الدولية، مؤسس وقائد فريق الإبداع التكنولوجي، معلم رقمي معتمد من الجامعة الأمريكية بإنديانا، سفير منصة ويكلت، ومعلم معتمد من منصات عديدة، وموجه بالتربية والتعليم بجمهورية مصر العربية. أهلا وسهلا يا أستاذة عليا، وتفضلي إن شاء الله بالتوفيق بإذن الله. شكرا لحضرتك استاذ سوزان، وشكرا للحضور الكريم، وان شاء الله تكون محاضره موفقه بوجود حضراتكم باذن الله. إن شاء هشير الله. الشاشه. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل ربي ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. اهلا وسهلا بحضراتكم. احب اتعرف على حضراتكم زي ما حضراتكم اتعرفتوا عليا من خلال التقديم اللي قدمته استاذه سوزان. هنتعرف من خلال الكلاس بوينت، رابط او الكود الكلاس بوينت 59620. احنا بنكتب يا اما في محرك البحث كلاس بوينت، يا اما هحط لكم دلوقتي الكود. اللي عنده كيو ار ممكن يمسح الكود دلوقتي ويدخل يتفضل. أنا أستاذة شادي، أتمنى إن جميع الحضور ينضم إلينا. كود الكلاس بوينت 5926. أنا أستاذة آمنة، أنا أستاذة صباح، أنا أستاذة موزة، أهلا بحضراتكم جميعا. أنا أستاذ حسين، أستاذ أماني، أتمنى إن الجميع يلتحق سريعا حتى نستفاد من الوقت بتاعنا. احنا بنكتب في محرك البحث كلاس بوينت، وبنسجل اسمنا وبنكتب الكود اللي هو 59620، أو بنمسح الباركود ده. أستاذة عليا، أنا بعت على الشات اللينك كلاس بوينت، يقدروا يدخلوا عليه ويكتبوا الكود. تمام يا أستاذة، جزاك الله كل خير. أنا أستاذة أحلام، أنا أستاذة شاهين، أستاذة احترام، أهلا وسهلا. أستاذة ازدهار، مرحبا بكل الحضور. أتمنى إن الجميع يلتحق بينا في كلاس بوينت عشان نبدأ وشيتنا في الويكليت ونشوف مستحدثات الويكليت وايه الجديد اللي موجود فيه. مصطفى، استاذه مريحه، استاذه كوثر، استاذه ماجده، اهلا بحضراتكم. يعني مفيش الا كده 15 اللي دخلوا، اتمنى ان الجميع يلتحق بينا عشان نتعرف على حضراتكم من خلال كلاس بوينت ونبدا ورشتنا. احنا هنكتب الاسم والتخصص بتاعنا والهدف من حضور الورشة. أستاذة ماجدة نبيه من مصر، معلم، أستاذة احترام، معلمة التحقها لتطوير المجال المهني، أهلا وسهلا. أستاذة نسرين، معلمة لغة إنجليزية ومدربة من العراق، أهلا وسهلا. أستاذة زبيدة من الكويت، معلمة إنجليش. أستاذة أماني درويش، معلمة لغة عربية، أهلا وسهلا. أستاذة شادي عبد الكريم، رئيس قسم الإحصاء، تحت الاستفادة والمعرفة والتطبيق. إن شاء الله نستفاد جميعا من معرفة بعض. أستاذة
أستاذة أحلام العابد معلمة رياضيات التحق تطوير الذات، أهلا وسهلا. أستاذ مصطفى مدرس من المغرب، أهلا وسهلا. أستاذة موزة معلمة مجال أول الهدف التعلم والمعرفة، أهلا وسهلا. أستاذ راني، أستاذة صباح، أستاذ صباح سعيد معلمة لغة إنجليزية الغاية بالتعرف على كل ما يخص أونلاين في التعليم. أستاذة موزة معلمة من سلطنة عمان. أستاذة نادية حسن من هي مدخلة بيانات، أهلا وسهلا. أستاذة إزدهار تخصص هندسة حاسب، عضو هيئة التدريس بكلية الهندسة، ما شاء الله، أهلا وسهلا بحضراتكم. أستاذ حسين علي موجه طلابي، أهلا وسهلا. أستاذ شيرين عسوي من مصر معلم أول رياضيات. أستاذة إيمان معلمة موسيقى، أهلا وسهلا. أستاذة إيمان أحمد. أستاذة سوزان محمد الإبشي معلم أول لغة فرنسية، تريد أن تصبح معلم سفير ويكليت، تصبح سفير ويكليت إن شاء الله، تصبح سفير ويكليت. أستاذة مديحة الطنطاوي كبير معلمين لغة إنجليزية. برضه ما زال احنا 24 للتحقوا، العدد اللي متواجد اكتر من كده. اتمنى ان الجميع يجيب استجاباته. عايز اتعرف على اكبر عدد موجود معانا. استاذة هالة، حضرتك بتقولي ان هو مهنج، ده بيبقى ضعف نت، مش من كتر الضغط، يعني مش من كتر الناس اللي دخلوا ولا حاجة. لا ده هو حاولي تاني. اسمه بميتين يعني، هي كاتبه يعني ان هو عشان الناس كتير دخلت. لا هو مش عشان الناس كتير، ممكن يكون ضعف نت من عندك عشان كده هو مهنج. اتمنى ان بقيه الحضور ان هو يسجل بياناته، هو مفتوح للي يحب ينضم الينا. اهلا وسهلا بالجميع. طيب ويكليت، قبل ما نبدا نشوف ويكليت، هنشوف الصوره دي. انا صممتها على موقع الثينج لينك. لو انا ضغطت على الرابط عشان اروح على الصورة، نشوف الصورة دي فيها مواقع التواصل بتاعت الفريق كلها، يعني هنا الفيس وتويتر واليوتيوب والواتس، وهنا التويتر بالنسبة لنا. وطبعا كلنا بنعرف ان احنا نشتغل على الثينج لينك، او اللي يحب يتعرف عليه ان شاء الله يكون لنا ورشه للتعرف عليه باذن الله. ان شاء الله احط لكم الرابط بحيث ان تقدروا تدخلوا وتشوفوا الروابط بتاعتنا على الثينج لينك. طيب ده كده الويكليت. بيقول لي ويكليت دي منصه مجانيه بتسمح للمعلم وللطلاب انه يحفظ المحتوى الخاص بيه وينظمه ويقدمه ويشاركه عبر الويب، يعني مش هيعمل لود على الاجهزه ولا اي حاجه. ده كده كانها كلاود، وانا بحفظ الحاجات بتاعتي وبتعامل واتفاعل مع الطلبه، والدروس بتاعتي بتكون تفاعليه ومنظمه من خلال الويكليت. طيب الويكليت دي احنا كنا زمان بنكتب الدرس بتاعنا بيبقى على ورقه كده عاديه، وبيبقى شكلها ممل ومش ظريف. اصبح دلوقتي الويكليت صوره متحركه ومتنوعه، وفي ادوات كتيره اقدر ان انا اضيفها على الويكليت، وبيبقى شكلها جذاب ويخلي الطالب عنده استعداد للتعلم. طيب الويكليت يا ترى ايه اللي يخليني الجا للويكليت واستخدمها؟ ده هي في مجاني للطلبه والمعلمين، مفيش حدود ولا عدد معين للمجموعات ان انا اعملها. يعني مش هيقول لي انت ليك متاح ليك مثلا 10 او 40 مجموعه تعملها والباقي يبقى مثلا بتسعيره معينه. لا ده هي مفيش قيود على العدد المجموعات او العناصر اللي هضيفها او اللي هحتفظ بيها، وعدد المتعاونين معايا يبقى عدد مهما كان العدد ده يستطيع ان الجميع يتعاون داخل الويكليت. كمان الويكليت دي بتبقى امنه، يعني في حمايه للبيانات وكمان حمايه لخصوصيه الاطفال على الانترنت، يعني مميزات تخليني الطالب او ابني يشترك في الويكليت
وانا مطمنه انه مش يقابل اي حاجه مسيئه او حاجه تضايقه في الايه الوكلت. طيب الوكلت ديت عايزه اتعرف عليها، هتعرف على الوكلت في 4 خطوات. ايه هما ال4 خطوات دول؟ اول حاجه الوكلت ديت انا بحفظ عليها اي حاجه، اي حاجه زي ايه، لو في اي مقال انا شفته في مكان وعايزه احتفظ بيه، اي مقطع فيديو، اي مدونه، اي تغريده على تويتر، اي مستند بودكاست، اي حاجه، لو خدت رابط لاي موقع على من الانترنت ممكن ان انا اضيفه واقدر ان انا ايه اوصل له. كمان ان انا بلاقي في تكامل بين الويكلت وبعض الايه الحاجات اللي بنستخدمها، وده بتبقى ميزه في الايه في الويكلت. تاني حاجه بتبقى منظمه، يعني انا بحط حاجتي بشكل منظم ومرتب بحيث انه يبقى شكل جذاب وفي نفس الوقت بيحتوي كل الحاجات اللي قلنا عليها، سواء كانت صور او فيديو او روابط او نصوص او اي حاجه ممكن ان انا اضيفها، فبيبقى التعلم عليها ايه شيق بالنسبه للطلبه. كمان في تعاون، يعني لو انا انشات مجموعه عايزه اعمل مشروع بين الطلبه، اسهل حاجه ممكن استخدمها معاهم اللي هي الايه الويكلت، او التعاون بين الزملاء وبعض. مثلا احنا هنتفقوا ان احنا نحضر وحده معينه، كل واحده هيحضر جزء فيها، كلنا نتعاون في التحضير، هنحط حاجتنا ونقدر ان احنا كلنا نتشارك فيها وتعاوننا من ايه من خلالها، يبقى عندي مساحه كبيره للتعاون ومنظمه وزي ما اتفقنا انها امنه وبلا ايه حدود. كمان ان انا ممكن اشارك شغلي مع اي سواء الزملاء او مع الطلاب و مع مجتمع مش محدد، يعني مجتمع سواء كان المجتمع المحلي بتاعي او المجتمع العالمي، ممكن اي حد ان هو يشوف الحاجات اللي انا بانشاها على الويكلت ويتشاركها معي لو انا سمحت له بالمشاركه. يبقى دول ال4 خطوات. طيب احنا قلنا الويكلت بتتكامل مع ادوات كتيره جدا، يعني لو احنا بصينا سوي والفيس والفليب، جوجل الدرايف، تيمز، ون نوت، الامس فيدر، اليوتيوب، تويتر، كل الحاجات دي بتتكامل معاها ويكلت، واقدر اضيفها جوه الويكلت واحتفظ بحاجتي بداخلها. طيب ايه هي نتائج التعلم اللي انا هحصل عليها من ويكلت؟ يا ترى الطالب بقى لو داخل ايه هي نتيجه التعلم اللي هتبقى موجوده في الويكلت؟ قال لي دي طريقة سريعة وسهلة لالتقاط موارد التعلم، يعني أنا ممكن أجمع له كل حاجة عن الدرس اللي هشرحه له، اللينكات أو الروابط أو الصور أو الحاجات الخاصة بالدروس دي أحطها له كموارد في الإيه؟ في الويكلت. بيئة تعليمية مرئية وجذابة، يعني أنا زي ما اتفقنا إن أنا بشتغل على ممكن آخد روابط يوتيوب أحطها، ممكن أضيف الصور، ممكن يبقى عندي باور، اي شغل، اي ثينج لينك لو عملت عليه صور زي اللي احنا شفناها ديت واضيفها، يعني بلاقي البيئه التعليميه بتكون جذابه جدا لايه للطلبه. كمان تبسيط الايه المناهج، المناهج دايما في مواد عندنا بتبقى جافه الطلبه ما بتقدرش تستوعبها، لكن لو انا اعطيتها لهم في صور مبسطه واعطيتها لهم بمصادر كتيره متنوعه نتيجه اختلاف الطلبه عندي، سواء كان الطالب ده بصري او سمعي او حسي، فانا بوفر لهم كل الحاجات اللي تقدر ان هي ايه توصل لهم الايه المعلومه. كمان انا بمكنهم من المواطنه الرقميه والمهارات الايه الرقميه تبقى تزيد عند الطلاب، ودي ميزه العصر اللي احنا فيه، كله عصر رقمي، فلازم اعمل لهم مواطنه رقميه امنه. كمان ان انا بيبقى عندي وسيله سهله للتعاون في المشروعات اللي قلنا بين الطلبه، لو انا عايزه اخليهم يعملوا اي مشروع تعليمي سهل جدا ان انا انفذه من خلال الايه الويكلت. كمان طريقه ممتعه لتحسين مشاركه الطلاب وادائهم، بتشجع الطالب ان هو يشارك في العمل من خلال الايه الطرق الايه الممتعه لداخل الويكلت وتنوع المصادر او تنوع الادوات اللي اقدر ان انا اضيفها فيها. طيب انا لو انا عايزه استخدم الويكلت هنا جايب لي هستخدمها مثلا مع الايه الجريد 8
من اول يعني من الصفوف الاولى عندي، وهاي الهاي سكول في الجامعه الصف المعلمين، لو انا عايزه استخدمها استخدام شخصي، كل الحاجات دي انا اقدر استخدمها داخل الويكلت. يعني انا اعمل ايه اجتماع مع المعلم، ممكن اعملها كايس بريك، يعني اعملها ايه كسر الجليد في بدايه الحصه، اعمل لهم لعبه، اعمل لهم اي حاجه اقدمها لهم. إيه لو شفنا الحاجات الكتيره اللي ممكن استخدم فيها الويكلت هلاقيها لا حصر إيه لها. طيب الميزات الرئيسيه اللي بتبقى موجوده في الويكلت ان انا بعمل مجموعات، المجموعات دي بيتعاون فيها ايه ما ناس اخرين سواء كان طلبه او زملاء، بيبقى فيها مهام ومشاريع. في دي كمان بتساعدني على ان انا اساعد الطلبه على التفكير الابداعي والتفكير الابتكاري، ويبقى عندهم مساحه تعاونيه جميله جدا. يبقى هنا في كولابوريشن اللي هو التعاون. انا ممكن اخد نسخه من مجموعه عجبتني واقدر ان انا اعدل عليها لو صاحب الكوليكشن او المجموعه ده سمح بالايه بالكوبي. يبقى انا ممكن نتعاون مع بعض، ممكن اخد نسخه من مجموعه تكون موجوده فيها معلومات عجبتني واضيف عليها معلومات زياده بالنسبه للطلبه وتبقى خاصه بيا. كمان في الاميرسيف ريدر، الاميرسيف ريدر انا ممكن اترجم اي نص موجود عندي ل 60 لغه من خلال الاميرسيف ريدر. كمان ان انا ممكن اضيف الكوليكشن ديت، هاخدها كرابط واضيفها في ايه لاي مجموعه اخرى، او ان انا ممكن اضمن اي مجموعه ويكلت، لو انا عندي مجموعه ويكلت اخد الرابط بتاعها وممكن احطها في موقع، احطها في الكانفا، احطها في مدونه خاصه بيا، موقع ويب لي. فديت الميزات الرئيسيه للويكلت. طيب المعلم بقى هيستخدمها في الفصل ازاي؟ احنا يمكن قلنا بعض الحاجات ممكن يستخدمها، لا ده هنا كمان انا ممكن استخدمها كايه نشره اعلاميه داخل الايه الفصل. عارفين اللوحه اللي بتبقى موجوده فيها كل اخبار مثلا المدرسه او اخبار الفصل، الانجازات اللي موجوده ممكن استخدمها في العمل ده، ممكن اوثق بيها انجازات الايه الطلبه ومدى تقدمهم في الايه في الدروس، ممكن اعمل بيها دروس تفاعليه، ممكن اجمع المصادر المفيده للطلبه خلال الايه الفصل الدراسي او الايه العام الدراسي، ممكن استخدمها في تخطيط الدروس او تحضير الدرس الخاص بيا. وزي ما اتفقنا ان انا ممكن اعمل بيها الايه البحث الجماعي مع الفصل اللي هي الايه المشاريع بتاعتي. طيب الطلاب هيستخدموها في ايه؟ احنا قلنا الطلبه لما بيستخدموا الويكلت هيستخدموها مع المعلم علشان يعزز عندهم مهارات القرن 21 من خلال التعاون، من خلال التفكير النقدي، من خلال التواصل، هيتواصلوا مع بعض، ابداع وتنظيم، مكان منظم للاعمال. ممكن يستخدموا الويكلت ديت في حاجات زي الايه لو انا عايزه اقدم، انا كطالب عايزه اقدم ان انا اعمل سي في خاص بيا، تمام، عايزه اعمل مجموعه بحثيه لمصادر البحث بتاعي اجمعها، عندي مشاريع وبحط الايه الاماكن مصادر البحث بتاعي، ممكن اعملها زي إيه اعلان لحاجه، ممكن احضر الدروس بتاعتي، الدروس اللي المعلم بيبعتها لي ممكن اشوفها في الويكلت، ممكن استخدمها بيبقى في اختبارات للايه للطلبه، يعني المعلم يرسلها للايه للطلبه يعمل الاختبارات ويبعتها للايه للطلبه يجاوب عليها، ممكن تبقى محفظه لكل اعمالهم وانجازاتهم. يبقى استخدامها بالنسبه للطلبه استخدام يعني غير محدود. طب بالنسبه بقى لامناء المكتبه ومدربي التكنولوجيا هيستخدموها في ايه؟ طبعا احنا في المكتبه لو انا نظمت المصادر او الحاجات اللي موجوده عندي هرتبها على تبقى اي حد عايز حاجه معينه تبقى موجوده في الويكلت، بيدخل عن طريق الجهاز بتاعه يبحث هيلاقيها في ايه منظمه داخل الايه الويكلت. ممكن اعمل مكتبه رقميه من خلالها، ممكن يبقى في موارد للاباء والايه والامهات يستخدموهم، يعني كتب، في مواد خاصه بايه كتب معينه انا بحطها كمصادر للايه الاباء ازاي يتعاملوا مع اولادهم، ازاي يتعرفوا على المصادر الامنه بالنسبه للطلبه لاولادهم، يعني ده للاباء والايه والامهات.
ممكن برضو زي ما قلنا ان انا بستخدمها نيوزليترز، نشرات اخباريه بعرف بيها ايه الجديد اللي موجود عندي. ممكن اعملها كوسيله اعلام، ممكن استخدمها في جلسات مع الطلبه اعرفهم بايه الجديد اللي موجود، الكتب الجديده اللي موجوده اعرفهم على المصادر اللي موجوده عندي. طيب انا لو عندي يوم في فصل دراسي كده هعمل استخدم الويكلت ازاي؟ الويكلت انا ممكن انسق الموارد، يعني زي ما اتفقنا ان انا بقول للطالب احنا درسنا النهارده عن كذا، وبديله بعض المصادر يبحث عنها، بتبقى المصادر دي انا جمعتها امنه يقدر ان هو يدخل عليها عشان يتعرف على مزيد من الايه المعلومات. ممكن اخطط الدرس بتاعي، احضره واحط فيه الوسائل اللي هستخدمها سواء كانت فيديوهات او اي وسائط بقى حاجات عن من الويب بحطها اضيفها في الايه الدرس الخاص بي. ممكن اعملها كواجبات للايه للطلاب، ممكن استخدمها كنشرات ايه اخباريه، يعني بعرفهم بايه الجديد، ممكن ايه الانجازات اللي تمت، اعرفهم إيه، اجمع لهم قصص نجاح لطلبه علشان احفزهم لان هم يكونوا افضل. يبقى ده كده انا اقدر استخدمها داخل الايه الفصل الدراسي بتاعي. ويكلت في البدايه انا ببقى عضو في ويكلت، بمجرد ما سجلت وعملت حساب لي على ويكلت اصبحت عضو او ممبر في الايه في الويكلت. بعد كده بيبدا النشاط بتاعي ان انا بنشئ ويكلت، ببقى اتعاون مع الزملاء، اعمل للطلبه دروس، فبيبدا ايه املى ابلكيشن عشان ابقى ليدر، ابقى قائد. بعد كده كل ما انشر فكره ويكلت هتحول لايه لامبازادور، ابقى سفير. في كمان الطالب السفير، في بعض المهام بالنسبة للطلبة اللي هي مهارات القرن 21 اللي قلنا عليها. بعد كده في مهام بينفذها يصبح الطالب هو كمان سفير لمنصة ايه ويكلت. هنتعرف على الحاجات دي مع بعض. ويكلت علشان اقدر انضم اليها بعمل ساين اب، بعمل تسجيل دخول، بانشئ مجتمع او بنشئ ابدا انشئ المجموعات بتاعتي وابدا ايه اشيرها. ودي بعض الروابط على الويكلت اقدر ان انا اوصل ليها، هبعت لكم الروابط دي ان شاء الله. طيب احنا عايزين بقى نشوف ايه ويكلت دي وهنشتغل عليها ازاي. بعد العرض اللي انا عرضته لحضراتكم كده هنتوقع الورشه بتاعنا هتكون عن ايه. احنا بقى الجزء العملي بتاعنا في الويكلت بقى الورشه دي هتكون عن ايه؟ انا هعطي لحضراتكم الرابط دلوقتي، واتمنى ان حضراتكم تقولوا لي توقعاتكم. هنسجل توقعاتنا ازاي؟ هعرفكم دلوقتي واحنا مع بعض ازاي اسجل توقعاتي على الايه الويكلت. ده رابط الويكلت دلوقتي، حضراتكم لو ضغطتوا على الرابط هتقدروا تنضموا معايا على الويكلت اللي موجوده دلوقتي. انا علشان اسجل توقعاتي انا بقف هنا واكتب، او ان انا بضغط على علامه القلم دي هيفتح لي مربع حواري، ببدا ان انا احط التنسيقات بتاعتي زي ما انا عايزه وابدا اكتب. اكتب بالايه بالعربي عادي، ومجرد ما خلصت الكتابه بتاعتي بقفل السهم كده خلاص هتظهر لي الايه الكتابه. يبقى توقعاتنا لورشه اليوم ايه؟ بتبقى الادوات دي موجوده، الادوات دي مش ظاهره في الموبايل. ممكن نكتب في المربع ده عادي ونضغط انتر. تمام استاذه هاله بتقول تحديثات الويكلت او الجديد في ويكلت زي دمج الكانفا. تمام احنا بنكتب ايه هنتوقع؟
توقعاتنا من الواجهة. يعني احنا بنتوقع هنتعرف على ايه مثلا في ويبلت، ايه اللي فيها؟ انا معايا 6 كده في انضموا للويبلت. تمام، التعرف على المحتوى. أتوقع أن تكون ورشة مفيدة ورائعة إن شاء الله. تعرف على خطوات سفير ويكليت وأهم التحديثات. تمام أستاذ سوزان. طبعا في الويكليت في لو طالما أنا هستخدمها مع الطلبة لازم يكون في تدعيم للإيه للعمل اللي بيقوموا بيه، فبيبقى في عندي اللايك. كمان هنا في فوق ممكن ان انا في طالب او المجموعه بتعمل لي مشروع وانا عجبني الشغل بتاعهم، فانا مجرد ما بضغط على اللايك فان انا اعجاب بيهم علشان ادعمهم واخليهم ايه ان هم يشتغلوا معايا ويكون عندهم دافعيه للعمل. تمام، اتمنى ان الجميع يشارك. طيب احنا عايز اعرف احنا عندنا حساب على ويكليت ولا لا، يا ريت نشارك فعلا ونشوف اذا كان في عندنا حساب على ويكليت ولا لا. يعني يهمني الناس اللي ما عندهاش حساب على ويكليت، حتى اللي مش قادر يدخل مع ان الدخول سهل على الويكليت يكتب لي ان ما عندهوش ايه ان مش قادر يدخل. شكرا أستاذة مديحة. وأستاذة سوزان عندها حساب. وأستاذة داليا عندها، المهندسة داليا عندها حساب. تمام. طيب احنا اتفقنا ان ويكليت انا بنشئ مجموعات، واحنا شفنا شكل المجموعة دي اللي انا انشأتها، وشفنا الكفر اللي انا حطاه ده. الكفر ده انا صممته على الايه الكنفه. طيب هنبدا نشوف الويكليت مع بعض ونرجع للايه للمجموعه بتاعتنا، واتمنى ان الجميع يشارك بايه سواء كان عنده حساب او ما عندهوش ويقول لي ايه هي توقعاته. اهم شيء كيف اتعامل مع هذه المنصه في شروحات الدروس. تمام. طيب ويكليت علشان ادخل عليها وابدا اعمل حساب، انا هعمل تسجيل خروج من هنا وندخل مع بعض. ان ولا ساين اب؟ انا طبعا لو هدخل لاول مره هعمل ساين اب وهنشئ الحساب بتاعي، سواء انا هضغط على ساين اب او لوج ان. هنشوف الخطوات. لوج ان او ساين اب هنا هيخيرني ما بين الحسابات اللي موجوده، بيقول لي انت عايزه تدخلي بحساب ابل ولا جوجل ولا مايكروسوفت ولا حساب الفيس ولا حساب كليفر، ولا في ايميل معين انت هتكتبيه وتدخلي بيه مباشره. طبعا لو احنا لينا حساب مؤسسي احنا بندخل علشان يبقى ده حساب معلم، فبدخل من خلال الايه المايكروسوفت. لما بضغط على حساب مايكروسوفت، لو ليا اكتر من حساب على مايكروسوفت هيخيرني ما بين الحسابات بتاعتي، بختار الحساب اللي انا عايزه ادخل بيه.
وهنا دخلني مباشرة علشان أنا ليا حساب. طيب أنا عايزة أوريكم هنا الخطوات. طبعا ده انا هنضيفه دلوقتي على الويكليت ونشوف ازاي هنضيف الحاجات دي. الويكليت اهو زي ما اتفقنا ان انا الصفحه بمجرد ما بضغط على ساين اب او ساين ان وبيظهر لي الحسابات ديت واختار منهم حساب، بختار الحساب الخاص بيا وببدا ان انا هدخل. يدخلني بقى هنا بيقول لي اكتبي اسمك واكتبي الايميل الخاص بيكي وبكتب تاريخ ميلادي، وده مهم جدا في الويكليت، وبحط علامة صح على المستطيل ده وبضغط على الجزء الأخضر ده. بعد كده بيقول لي أهلا عليا، إن أنا كتبت اسمي هنا علي، فبيقول لي أهلا عليا فابدأي، فبضغط هنا علشان البداية. فهنا بيقول لي إن الإيميل اسمك اللي موجود هنا يعني بيظهر لي الاسم اللي هيظهر في البروفايل، لو أنا موافقة عليه هضغط على نيكست، انا مش موافقه عليه بغيره، هقف على المستطيل ده اللي موجود واضغط عليه وابدا ان انا اغيره. هنا بقى بالنسبه لاستخدامي بيقول لي انت educator ولا student ولا تستخدميه في البيزنس ولا other. انا بقى ايا إن كان انا educator، انا معلم، فانا هختار educator وهدخل بيه. طب لو انا طالب هختار student وهدخل بالحساب بتاعي. عايز استخدمها في البيزنس هضغط على بيزنس. حاجات تانية عايز اتواصل مع الاسره، عايز اتواصل مع اي مجتمع ناجي او اي حاجه، انا بختار اذر. طبعا احنا كمعلمين هنختار educator ونضغط على على نيكست. بعد كده هيبدا يدخلني على الويكلت. الصفحه هتبقى فاضيه خالص ما فيهاش اي ويكلت من اللي موجودين دول. وبلاحظ الجديد بقى في ويكلت ان هنا الصوره بتاعتي، صوره البروفايل أصبحت هنا في المكان ده وبقى شكلها صغير. لو ضغطت على الصورة بتاعتي هنا بيقول لي ده الاسم بتاعي، ده الجزء اللي هو آت عليا سعيد، ده الجزء اللي لو أنا أخدت آت عليا سعيد ده ممكن لو هدخلكوا في الشات وعايزين تدخلوا على الكوليكشن بتاعتي كلها أو المجتمع بتاعي على ويكليت هديكوا بس الجزء ده التعريفي. طيب عايز اشوف الايه بابليك بروفايل، اول حاجه بتقابلنا بضغط عليها. هنا في البابليك بروفايل لو انا داخل لاول مره هيبقى طبعا ما فيش الحاجات اللي موجوده دي. طيب بصوا كده مفيش حاجه بتتحرك من مكانها، مفيش. طب انا علشان ابدا اكتب واضيف واعمل لازم اضغط على ايديت بروفايل. اضغط على ايديت بروفايل هنا بيقول لي حطي صوره اللي هي الصورة دي. لو أنا عايزة هحط صورة هضغط على القلم، وهنا بيقول لي هتحملي صورة من على جهازك ولا هتختاري صورة من اللي موجودة في الويكليت. طبعا لو أنا مجهزة صورة على الجهاز هضغط على صورة وأحملها بحيث إن هي تبقى موجودة في في الجزء ده. طيب صورة البروفايل بتاعي اللي هي الصورة دي الصغيرة عايزة أحملها، هنا أهو نفس الحكاية بيقول لي هتحمليها من على الجهاز ولا انت هتاخديها من الويكليت. فانا بضغط احملها من على جهازي حسب ما انا عايزه احط الصوره الخاصه بيا. تمام خلاص انا حطيت الصوره. بيقول لي ان يوزر نيم بتاعك كده اللي هو ات عليا سعيد، كل واحد هيبقى اسمه حسب ما هو كتبه. طب انت عايزه تغيريه ولا تسيبيه؟ لو عايز اغيره هضغط على تشينج وابدا ان انا اغير. طيب انا عايزه بقى اعمل اكتب اسمي عشان يظهر هنا، ببدا اكتب الاسم الخاص بتاعي هنا وبقدر واحط تعريف خاص بيا بحيث ان الناس لما تدخل على البروفايل بتاعي تبقى عارفه مين هي عليا سعيد. انا كاتبه اني موجه بالتربيه والتعليم وان انا معلم خبير وان انا واخده بكالوريوس، كاتبه كل حاجه عني بحيث ان اللي هيبقى عارف كل المعلومات عني. طيب في ايه تاني؟ بيقول لي ايه هي مواقع التواصل بتاعتك اللي عايزه الناس تتعرف عليك فيها. انا حاطه هنا فليب وحاطه تويتر وحاطه لينكد ان وحاطه يوتيوب. اي حد عايز يحط بقى اللي عايز يحط فيس يحط، كل واحد بيحط
الروابط السوشيال اللي عايز الناس تتعرف عليه من خلالها بيحطها في الايه في المكان ده. ده كده بالنسبه لايه للجزئيه دي. طب الجزء ده هنا الجزء ده بيبقى فاضي مفيش فيه اي حاجه خالص، بس انا اللي ايه ببدا اضيف عليه. طب انا هضيف ازاي الحاجات اللي هنا في الجنب ده وايه دول بالظبط؟ ده هنا عشان انظم حاجتي. مش انا قلت ان الويكلت ديت انا بستخدمها في التنظيم، انا عايزه انظم الحاجه بتاعتي وعايزه اعمل لي موقع الكتروني الناس اول ما تدخل تلاقي ايه حاجتي موجوده في المكان ده، بتاع اسمي والتعريف بيا ومواقع التواصل الاجتماعي بتاعتي، وهنا عدد الايه المتابعين وعدد الناس اللي انا بتابعهم، وابدا احط حاجتي اللي انا ايه عايزاها بالنسبه للطلبه. طيب انا هعمل ايه؟ انا عايزه اوراق عمل، كتبت هنا اوراق عمل على طول اتكتبت هنا وظهرت هنا، التحضير بتاعي عايزه اضيفه، عايزه احط ايه اخبار، عايزه احط الشهادات بتاعتي، عايزه احط مجموعات التعاون، كل جديد اي حاجه جديده انا عايزه اضيفها احطها هنا، عايزه مجموعات تواصل بيني وبين الزملاء او بيني وبين الطلبه او بين اي حد، هنا بعمل تدريبات بحط ايه التدريبات، هنا اختبارات، هنا جزء ترفيهي، هنا ممكن مثلا اعمل ايه؟ اعمل دروس تفاعليه عشان اضيف سيكشن جديد ونشوف، هكتب دروس تفاعليه. اول ما كتبت دروس تفاعليه وضغطت انتر او تنفينا علامه الزائد اللي كانت موجوده ظهرت عندي هنا في الايه؟ اهي ظهرت زادت على المجموعه اللي انا كنت ضايفاها. طيب هلاحظ هنا لما اجي اضغط على الثلاث نقاط هو بيقول لي انت عايزه الجزء اللي انت حطيتيه ده او المقطع اللي انت حطيتيه ده دلوقتي عايزاه يبقى فوق اعلى واحد خالص يبقى ثابت كده اعلى واحد، ولا عايزاه يبقى عالي، ولا عايزاه يبقى تحت؟ لو انا اهو عايزه انزله اقول له داون اهو نزل واحده اهو تمام، عايزه ارفعه تاني فوق اقول له ارتفع فوق. طب لو انا نشوف حاجه من اللي موجوده تحت عايز احركها اخليها هي اعلى حاجه خالص، اهي طلعت اعلى حاجه خالص. لو انا كنت ضغطت على اب بس هتبقى هتترفع واحده بس، لكن كده هي تترفع لاعلى حاجه. ده كده زي ما قلنا ان انا بعمل ايه؟ كاني بعمل موقع خاص بيا فيه كل حاجتي مجمعه، مفيش اي ايه حاجه هقعد ادور عليها في كذا مكان ولا كده، لا ده كل حاجتي موجوده في مكان ايه واحد. طيب هنشوف دلوقتي انا كنت انشات المجموعه اللي احنا دلوقتي ضفنا عليها، احنا هنا كل حاجه لها ايه اسم زي ما انا وريتكم فوق وشفنا ازاي اضيف السكشن. طب اللي تحت ديت مكتوب عليها ايه؟ غير معرفه. غير معرفة ليه؟ عشان أنا ما قلتلهوش حطها فين. لو أنا ضغطت عليها كده هقول له move to section، يقول لي أنت عايزة تحطيها في أي سيكشن؟ أي سيكشن أنت حطاها؟ يعني إيه أنا دول كل السكشن اللي أنا أنشأتها، يا ترى أنا هحطها فين؟ حطها مثلا في التاني، خلاص وقفت عليها وأضغط move. نشوف كده اللي حصل. ده ما بقاش في حاجة تحت أهو غير معرفة، أطلع على تريننج هنا اهي المجموعه طلعت فوق. يبقى انا هنا اقدر انظم حاجتي واحركها زي ما انا عايزه. طب انا مش عايزه دي تبقى في الاول، عايزه انقلها اهو مجرد ما وقفت عليها وحركتها اتنقلت بقت الثانيه، عايزه ارجعها مكانها تاني اهو رجعتها مكانها تاني، كل ده وانا ضاغطه على الايه الايديت ايه بروفايل. يبقى ده اول حاجه خالص البروفايل بتاعي. في حد عايز اي حاجة في الجزئية دي؟ لو تمام نكتب تمام. جزء البروفايل ده في اي مشكلة عند حضراتكم؟ لو الجزء ده مفهوم لحضراتكم ممكن نكتب واحد في الشات. تمام استاذ الزهار تمام. حاضر يا استاذ زمان. هاي
انا دخلت على البروفايل بتاعي، ان انا لما ضغطت على الصور ديت لقيت هنا اول حاجه خالص بابليك بروفايل، اللي هو الايه البروفايل او الحاجه العامه ايه الخاصه بيا اللي الناس تدخل، ممكن ان هي تدخل عليها وتبقى عارفه كل حاجه ايه عني. ضغطت عليها فدخلني على الايه الصفحه دي، علشان ابدا احط الصوره بتاعتي وابدا اشتغل عليها لازم اضغط على علامه القلم دي او اديت بروفايل. هنا ببدا احط اضيف صوره اللي هي موجوده صوره الايه الخلفيه بتاعت البروفايل، علشان اغيرها او اعمل اي تعديل عليها بضغط على القلم وببدا احمل الايه الصوره اللي انا عايزه اضيفها من على الجهاز بتاعي، وكذلك الصوره الشخصيه بتاعتي اللي هي موجوده هنا ديت هي دي. لو انا عايز اعدل فيها او عايز اضيف صوره الاول انا ببقى مجهزه الصوره بتاعتي واحملها من على الايه الجهاز. كمان الجزء ده اليوزر نيم او التعريف بتاعي، اي حد معاه اليوزر نيم ده ممكن يدخل على الايه الويكليت يشوف كل المجموعات بتاعتي. انا كده لو وقفت عليها وضغطت هنا هاخدها ايه كوبي او بيقول لي سيرش ولا ايه في مور اكشن زياده يعني. فانا كمان بيقول لي لو انت عايزه تغيريها ممكن تضغطي على تشينج، وهنا بحط الاسم بتاعي اسم عشان الناس تبقى عارفه اسمي، وببدا احط جزء تعريفي خاص بيا، ببدا اكتب كل حاجه الناس عايزه ايه تعرفها عني او اللي انا عايزه الناس تعرفها عني، وبأضيف هنا مواقع التواصل الاجتماعي اللي برضو عايزه الناس تدخل على المواقع ديت وتبدا ان هي تشوف الايه الشغل بتاعي. طيب في ايه كمان؟ في هنا انا بنشئ سكاشن اجزاء يعني مجموعات او اجزاء بضيف عليها الويكليت اللي انا هنشئها. طب انا عايزه انا كمعلم ايه الحاجات اللي انا ممكن انشئها؟ ممكن اعمل دروس تفاعليه، هعمل اوراق عمل ممكن اشتغلها مع الطلبه، ممكن اعمل اختبارات، ممكن اعمل تحضير، ممكن احط الايه انجازات، اعمل محفظه بالنسبه لانجازات الطلبه، ممكن اعمل نيوز اعمل ايه الجريده الاخباريه بتاعت ايه الطلبه، ممكن احط حاجه ترفيهيه، احط لهم مصادر. كل الحاجات دي بعملها ازاي؟ بقف على المستطيل ده وابدا اكتب الاسم اللي انا عايزاه للايه للسكشن، وببدا اضيفه يا اما من علامه الزائد دي او ان انا بضغط على انتر. يبقى انا ضفت هنا اهوت ايه دروس تفاعليه، اهو انا وداني على ايه الدروس التفاعليه، بس لسه فاضيه انا لسه ما ضفتش اي درس خالص. وزي ما اتفقنا انا ممكن اخليها اعلى واحده خالص او اخليها لو ضغطت على اب بس هتترفع واحده بس، لو خليتها لو ضغطت هنا على تو اب تو توب ان دي تبقى اعلى واحده خالص موجوده في المجموعه. عايزه انزلها تحت برضه هتنزل لي واحده بس، عايزه اشيلها خالص اعمل ديليت. بيقول لي فعلا انت عايزه تعملي ديليت ليه؟ هقول له اه ديليت. كده يبقى انا شلتها، اجي ابص هنا فوق مش موجوده خالص اهو، عايزاها تاني هقف هنا واكتب دروس تفاعلي. هو زي ما اتفقنا انا هحط له هضغط على علامه البلس على طول اتضافت هنا اهي وموجوده في الايه في الاعلى. بكده ادي الايه البروفايل بتاعي. طب انا ممكن اشير البروفايل ده؟ اه ممكن اشير البروفايل، اهو بيقول لي ممكن تاخدي كوبي لينك، انا هضغط اهوت على اللينك هاخده كوبي او ان انا اعمله كيو ار او هضيفه. لو ضغطت هنا على التيمز هروح على التيمز ويقول لي عايز اضيفيه على اي مجموعه، هنا على جوجل الجوجل ايه الكلاس روم ممكن لو ضغطت عليها اضيفها على طول. كده الرابط اللي موجود معايا لو انا حطيته لحضراتكم هنا تقدروا انكم ايه تدخلوا اهو، حتى ادي الجزء المعرف بتاعي اهو، يبقى ده الايه البروفايل الخاص بيا. طيب انا اهو ده كده يظهر لي الكيو ار، عايز اكبره واضغط هنا عايز اخده كوبي علشان اديه لحد هاخد كوبي كصوره واضيفه او ان انا احتفظ بيه عندي وابدا ان انا ايه احطه في المواقع بتاعتي بحيث الناس ان هي تتعرف على الايه الشغل بتاعي. دي كانت اول حاجه خالص في الايه في الصوره اللي هي الايه البروفايل. هنا اكونت سيتنج انا عايزه اظبط الايه الاعدادات بتاعت الويكليت بتاعتي بحيث ان ايه لما ادخل عليها يبقى السيتنج ايه مظبوط. طيب هنا بيقول لي ان الحساب بتاعي
اي educator account، انا اي معلم. هنا بيقول ان هنا يعني في حفظ للايه للملفات او امان، مش احنا اتفقنا ان في امان للايه للملفات بتاعتي؟ طيب هنا بيقول ان انا ممكن انزل الملفات ديت بالصيغه دي وممكن اعملها بي دي اف، تمام. طب انا عايز ازيل الاكونت بتاعي خالص، هضغط على ديليت، ونخلي بالنا علشان ما اضغطش على الايه الديليت وافقد الايه الاكونت الخاص بيا. طيب هنا لو انا عايز اغير الايميل، الايميل بتاعي انا مش عايز ادخل بالايميل المؤسسي ده وعايز اغيره، اكتب الايميل الايه الجديد والباسورد واضغط سيف. عايز اغير الباسورد اللي موجود، يقول لي احط الباسورد القديم وبعد كده اضيف الباسورد الجديد واضغط سيف. طيب هنا الاشعارات، انا عايزه الحاجات دي توصل لي ولا لا؟ يحصل هنا ايه اي حاجه تتبعت لي على الايميل؟ لو انا عايزه اسيبها مفعله اسيبهم ايه مفتوحين، مش عايزه ممكن ايه اقفل اللي انا مش عايزاه ان هو ايه يوصل. يعني هنا بيقول لي يتبعت لي نشره شهريه، يتبعت لي الستوريز اللي بتحصل ايه او الاخبار بتاعت ويكلت. طبعا هو من الافضل ان اي حاجه عن ويكلت احب ان هي توصل لي، فانا بسيبها ايه مفتوحه. وده المانج اكونت اللي احنا لسه شايفينه. طب اللانجوج هنا بيقول لي ان هي اللغات دي ويكلت موجوده باللغات دي، لكن انا ما بلاحظش ان العربي موجود ولكنها بتدعم اللغه الايه العربيه، واقدر ان انا اكتب بالعربي عادي فيها. طيب انا عايزه ارجع تاني للحقيقه، انا كنت فين؟ فاكرين الصوره كانت فين؟ لو ضغطت على ويكلت كده هرجع لصفحتي. طب انا ممكن اضغط هنا على الصوره ديت واشوف هروح على فين، رجعني برضه لصفحتي، تمام. يبقى سواء كنت انا ضغطت على كلمه ويكلت او ضغطت على الصوره بتاعتي رجعني لايه الكوليكشن اللي كانت موجوده. ايه سويتش اكونت؟ ده انا ممكن ادخل باكتر من ايميل، انا ليا كذا حساب وعايز ابدل ما بين الحسابات. بدل ما بعمل ساين اوت وبدخل اسجل بالحساب تاني لو الحسابات بتاعتي كلها موجوده هنا، فانا ايه بدخل اشوف الحساب اللي انا عايز ابدل ما بينه وبدخل. طب انا عايز اضيف حساب جديد، بقول له اد اكونت وبدخل ايه بالحساب الجديد. هرجع تاني للحساب بتاعي، طبعا لوج اوت ان انا هخرج. طب انا لو عايزه اعرف معلومات عن ويكلت، ده انا سهوله جدا ان انا اعرف معلومات عن ويكلت. هنا اباوت ويكلت، لو ضغطت عليها هيجيب لي معلومات عن الايه الويكلت وازاي اتعامل معاها. اهو جميلة جدا الحاجات اللي موجودة ديت، وانا اقدر استفاد بيها. هو جايب لي كل الحاجة عن ويكلت. طب ده بالانجليزي انا مش هتعامل معاه ازاي؟ لو عملت رايت كليك وقلت له ترانسليت تو ارابيك اهو بيغير لي اللغة للغة الايه العربية، وببدا اتعرف على مجتمع ايه ويكلت وايه الجديد اللي موجود فيه. هنا كمان انا ممكن بيقول لي اسجل بحسابي لو انا عايزه ادخل تدريبات في دوره وكلة المعتمده، في دوره الام اي سي، في دورات هنا الوكلة، في برامج هو ايه برنامج مجتمعي، برنامج السفير الطلابي اللي هو الايه ستودي امباسدور، برنامج المدارس. يعني انا ممكن ادخل على الوكلة واتعرف على اللي موجود فيها. طب نضغط على كلمه وكلة كده، هنا طلعني الايه للصفحه نفسها. هرجع تاني اعمل باك علشان ارجع على الكوليكشن بتاعتي. يبقى ده كده انا بتعرف على مجتمع ويكلت. هنا بيقول لي انضمي لايه لمجتمع ويكلت، لو ضغطت عليها انا كده علشان ابدا انشئ الحساب وانضم لمجتمع ويكلت. في هنا بلوك ديت اللي هي ايه مدونه ويكلت. مدونه ويكلت دي هيبقى موجود فيها ايه؟ هنا علشان يوصل لي اخبار ويكلت او اخبار المدونه ان انا بكتب ايميلي والايه والاسم وبعمل ايه سب سكاي. طيب هنا برضو نفس الحكايه عشان اعرف اشوف ايه اللي موجود فيها، بضغط رايت كليك وتتحول باللغه الايه العربيه. هنا بيقول لي ابدا مع ويكلت، وبيبدا يقول لي لو انا عايزه ابدا ايه بناء مجتمع مدرسي، عايزه استخدم ويكلت في الايه في المدرسه كلها،
عايزة أستخدمها للتعاون بين الإيه المعلمين وأمناء الإيه المكاتب، وده هنا بيعرف لي كل حاجة وإزاي أستخدمها في ويكليت. هنا إنشاء موقع مصغر منسق اللي هو الإيه البروفايل بتاعي، هو بيكلمني عنه. طب هنا إزاي أبقى قائد لويكليت، هنا دليل المعلم للتواصل، هنا ويكليت والكانفا، ها هنا إزاي أستخدمها في الألعاب أو أعمل للطلبة آيس بريك، هنا إزاي أعمل تدريس إيه تعاوني وفيه مزيد من الإيه من المشاركات. يبقى هنا دي المدونة بتاعت إيه ويكليت، ومفيدة جدا. يعني أنا حتى لو ضغطنا على أي رابط من دول، أو هنا المواطنة الرقمية للإيه للطلاب، إزاي أنفذ المواطنة الرقمية. فجميل جدا إن أنا أتعرف على ويكليت من خلال الإيه الأدوات اللي هو بيعطيها لي. هنا طبعا الهيلب سنتر، لو أنا محتاجة أي مساعدة هضغط عليه وإيه وأدخل. هنا الإيه يعني الأمان بتاع اللي هو إيه البيرسي اللي هو يعني الخصوصية. طيب ده كده بالنسبة لإيه للصورة بتاعتي. طيب هنا كمان مديني شكلين، انتوا احنا شايفين الشكل اللي قدامنا كده. طب لو انا فتحت دي كده اعطاني الشكل الغامق اهو، يعني زي الفيس بادو مديني الايه اللي هو بتاع الليل والنهار، فزي ما اللي يحب يخليها باللون الفاتح ده يخليه، واللي بيحب الايه ان هو ما بيشوفش الا بالالوان الغامقه يخليها بالايه باللون الليلي. طيب ده كده بالنسبه لايه للبروفايل والجزء ده. طيب هنا كلمة سيرش، سيرش دي هعمل فيها ايه؟ انا لو عايزة ابحث عن اي حاجة في الويكليت بتاعتي هضغط على سيرش هبحث عنها هيوديني ليها. يبقى دي الحاجات الكوليكشن بتاعتي. طب اكسبلور، لا ده انا بقى هنا اوسع، هقعد ادور على الحاجات اللي كل الناس عاملة كاتبة فيها. انا بستكشف الايه الويكليت اللي موجودة عندي. طب شفتوا الثلاث نقاط دول قفلوا لي الجزء اللي كان موجود ايه في الجنب. لو ضغطت تاني كده ارجع تاني. هنا ماي لايبراري، ده الجزء الخاص مكتبتي انا بقى، الجزء الخاص بيا هو. البوك ماركت ديت اللي هي الاشارات المرجعيه، انا عجبني ويكلت معينه انا حفظتها في البوك ماركت بحيث ان انا ارجع لها في اي وقت. طب لو بضغط عليها كده بيعيد لي كل الحاجات اللي انا ايه احتفظت بيها، وممكن ان انا استخدمها واعيد الايه اضيف عليها تاني، يعني حاجات لو في اضافات ليا حسب رؤيتي انا او الحاجه اللي انا عايزاها ممكن ان انا استخدمها. يبقى ده البوك مارك، دي اشارات مرجعيه وكلت انا عجبتني وبدات ان انا ايه اضيفها في كانها محفظه كده عندي انا برجع لها ايه وممكن اعيد استخدامها. هنا الكوليكشنز دول الايه الحاجات اللي انا انشاتها او المجموعات اللي انا انشاتها على الايه الويكليت. هنا شير ويز مي، الحاجات بقى شير ويز مي الحاجات اللي تم مشاركتها معايا. يعني دي كوليكشنز زملاء او طلاب عملوه وتم مشاركتها معايا علشان اتعاون معاهم فيها، يعني انا اضيف عليها او ان انا استخدمها اتعرف على اللي موجود ايه بداخلها. كلاس روم ان انا بعمل فصل دراسي للطلبه بتوعي. يبقى ده كله تحت ايه مكتبتي. ادير الحاجات هنا اول، انا عندي الكلاس روم بتاعتي جايب لي كل الايه الكوليكشن اللي انا عملتها، دول الحاجات اللي انا خليتها مخصصين للايه في الكلاس روم بتاعي. طيب عايزه ارجع تاني اضغط على ويكليت، يبقى دي كده اللي هي المكتبه بتاعتي او الشغل الخاص بيا. في حاجه تانية اسمها سبيسز، يبقى الجزء ده انا بعمل كوليكشن الناس كلها شايفاها وكوليكشن منفصلة كل حاجة فيها معلومات منفصلة عن بعضها. طب أنا عايزة بقى أشوف سبيسز اللي هي الفضاء،
فضاء ده بقى فيه ايه؟ بيقول لي هنا في الفضاء ده انا ممكن اعمل مجموعات داخل الفضاء ده باسم واحد تحت عنوان واحد. يعني انا هنا عامله الفضاء ده باسم فريق الابداع التكنولوجي، بحيث ان انا بضيف فيه المحاضرات مثلا اللي ايه اللي بتتم على الفريق او اللي بينفذها الفريق. طيب هنا اهو بجمع كل محاضرة بايه الشغل اللي فيها بالتعليقات بتاعتها. خلاص التانية برجع تاني، دي واحدة وادي التانية بنكمل فيها بقية الايه الشغل. طب لو انا عايزة اعمل بقى مشاريع للطلبة في مشروع معين، وعايزة الطلبة عندي كذا فصل وعايزة اعمل مسابقة ما بين الايه الفصول، يبقى انا هحط هنا اهوت مثلا هقول مشروع مثلا ايه المواطنة الرقمية، مشروع التغير المناخي، انا بسمي كل السبيس بالاسم ده وببدأ احط مثلا فصل اولى اول، فصل اولى تاني، فصل اولى تالت، كل واحد بحط له الايه المصادر اللي يبحث فيها ويبدأ يشتغل جوه الايه السبيس الخاصة بيه، يبدأ يحط اشوف مقارنة ما بين كل شغل والتاني، والافضل اللي بياخد الايه الشهرة او الجايزة بتاعتها. طب انا هضيف سبيس منين؟ هضيف سبيس في تحت هنا في النهاية، بدول كل ده سبيسز انا موجودة فيها ومشاركة فيها. لو انا ضغطت على ايد سبيس هنا بيقول لي هضيف صور، هو افتح القلم بيقول لي حملي صورة من الجهاز او اللي موجودين ايه هنا على الويكليت، وببدأ اضيف لها ايه اسم، بختار اسم للايه سواء بقى هنا هو بيقول لي انت عايزاه ديزاين ماث، اي اسم انت عايزاه ببدا احط الايه الاسم ليها. ممكن بين المدرسين وبعضهم لو عايزين نحضر مثلا منهج الفصل الدراسي الاول، يبقى كل واحد يبقى له جزء خاص بيه يبدا يشتغل داخل الايه السبيس ده، ومثلا ده هيعمل الوحده الاولى، ده هيعمل الوحده الثانيه، ده يعمل الوحده الايه الثالثه. طيب انا كده انشات بس الايه الفضاء او السبيس اللي موجود بالعنوان الكبير. طب فين الكوليكشنز الموجود؟ بضغط على كرييت كوليكشن وابدا انشئ كوليكشن بالايه بخطواتها. ايه هي خطوات الكوليكشنز؟ انا هنا الاول خالص هنا بيقول لي فيست جيف يور كوليكشن نيم، يعني حط اسم للايه الكوليكشن بتاعك، ببدا اختار لها اسم. طيب بعد ما هختار لها اسم بلاحظ هنا، يعني انا هنا سميت هنا دروس مثلا، هكتب ايه منهج دراسي اول مثلا، تمام خلاص انا حطيت لها اسم. هنا ممكن اوصف اقول مثلا للصف اول تمام خلاص انا ضفت وصف، مش عايزه اضيف وصف ممكن ما اضيفش. طيب هنا لاحظت ان في هنا قال لي سيفد، معنى كده ان بيتسيف تلقائي، مش محتاج ان انا اسيف او اخاف لو انا قفلت يفوتني حاجه في الايه في الويكليت، لا كله موجود ومتسيب. طيب علامة الريشة دي بتقول لي ايه؟ انا عايزة احط صورة كفر للايه؟ للكوليكشن ده كله. هنا بيقول لي هحملها من على الجهاز ولا تروحي على كنفة وتصمميها. طب لو انا ضغطت كده على كنفة هو كده بيفتح لي برنامج كنفة علشان ابدأ اصمم ايه عليه الصورة اللي انا هخليها كفر للموقع للسبيس بتاعي. فتح لي ايه القنفة داخل الايه الوكلت، وبيبدأ يحط لي هو بيقترح عليا بعض الايه الحاجات ان انا ممكن ايه استخدمها، او انا ممكن يعني دي القوالب ان انا ممكن استخدمها، ممكن لو انا عايزة حاجة تانية مختلفة ممكن ادور على اي حاجة واحطها. انا ضغطت هنا على الصوره دي تايم تو ليرن وقت الايه التعلم. طيب انا مش عاجبني الحاجات اللي موجوده دي، انا بتكلم على تعلم ايه اللي يخلي فيه الحاجات دي مثلا، انا ممكن اشيلها كده
وابدا اضيف انا ايه عناصر خاصه بي. هضيف عناصر منين؟ اهي من العناصر هنا. مثلا انا الماده بتاعتي بقى حسب الماده اللي موجوده. مثلا لو انا هكتب على العلوم، وكل واحد طبعا بيختار حسب الماده ايه الخاصه بيه. هبدا ان انا ايه اضيف، ببدا احركها، ممكن اصغرها حسب المساحه اللي ايه اللي موجوده عندي. اختار بقى شويه ادوات كده عن الايه العلوم وابدا احطهم. علشان اللي يشوف الايه الكفر يبقى عارف الايه الكفر ده بيتكلم عن ايه بالظبط. تمام، انا خلصت كده مثلا الايه الصورة بتاعتي. طبعا احنا عارفين في الكنفة انا ممكن اغير الخلفية، اغير اي ايه حاجة فيها. انا خلصت كده مثلا، عجبني الشكل خلاص، بضغط على كلمة نشر. هنا بيحمل لي الايه التصميم، ولاحظت انه ايه اتحط على طول في الايه في الكوليكشن بتاعتي. طيب ده كده الايه الكفر، صورة الكفر. هنا بيقول لي انت عايزاها ايه، تبقى كلها كده ولا عايزاها نص؟ لو عايزاها نص هتبقى الجزء ده بس، طبعا انا بسيبها ايه كلها. طيب هنا بيقول لي الشكل اللي انت عايزه عليه الكوليكشن ده، يا ترى عايزاها يبقى الحاجات تحت بعضها؟ يعني هو ده الايه، هنختار نشوف الشكل ده كده اللي انا اخترته. إيه لو جيت اضيف اي حاجة مثلا، ايه هكتب عشان يبان الايه الشكل. هاي اتضافت اهي. طيب مثلا انا عايزة احط حاجة كمان، هاخد الايه الرابط ده بتاع الفيديو، انسخه واحطه. كده بقى عندي ايه حاجتين موجودين كده، احنا شايفينهم تحت ايه تحت بعض. طب نشوف بقية الاشكال. لو انا اخترت الشكل ده مش بلاحظ ان في اي اختلاف ما بين الاتنين، هو الاختلاف بس ان هنا شكل الفيديو او الكتابة اللي موجودة اختلفت عنها، وممكن ان انا اعرض الايه الفيديو. طيب لو بصيت كده على الشكل ده، هو انا لازم اقفل زي ما انت شفته هنا، حطهم لي كل اتنين جنب ايه جنب بعض. هنا بقى بيعمل لي كولم، حط لي الحاجات اللي انا كتبتها. شوف انا هنا مش قادره اتحرك، لازم اقفل كده عشان ده ايه، حط لي الحاجات اللي انا ضفتها في كولم واحد. وهنا الكولم ده ممكن اكتب فيه، يعني هنا لازم احط عنوان له، مثلا هكتب هنا مصادر. وهنا هكتب هنا اهوت معلومات عامة مثلا. طبعا العناوين دي احنا بنحددها ايه براحتنا كده، كل ما بكتب في واحد عنوان بيفتح لي واحد تاني عشان اضيفه ايه كولم. ودي زي ما قلنا بتفيدنا في موضوع المشاريع. لو انا هعمل مشروع بين الطلبه، اكتب هنا مثلا هنا فصل اولى اول، هنا اولى تاني اولى تالت، حسب الايه المشاريع اللي هتبقى وعدد الفصول اللي موجوده عندي. كل ما بضغط على واحد وهكتب فيه مثلا اي حاجه يفتح لي واحد تاني عشان اضيف ايه عنوان. ده كده فاضل شكل كمان اللي هو ده، زي ما اتفقنا لازم ايه اضغط كده عشان تتقفل اهو، خليهم لي ايه جنب بعضهم. وده اللي بقى عامل زي الايه الشوكيسز، كانه ايه معرض او حاجه إيه بتتعرض لي بشكل غير منتظم. فاي شكل انا بحب ان يكون عليه الويكليت بتاعتي بختار ما بين الايه المجموعات دي. طيب انا عايزه الخلفيه دي يبقى لها هي كمان صور، فهنا بيقول لي هتحملي من الجهاز ولا تختاري من الصور اللي موجوده. انا اقول له اختار من الايه من الصور. طب هنا طبعا مكتبه إيه، مكتبه صور جميله جدا وكتير، بختار اي صور
من الصور اللي موجودة. مثلا اختار الصورة ديت زي ما اتفقنا اهوت. الصورة ظهرت ايه في الخلفية، وادي الكفر بتاعي، وادي الحاجات اللي انا ايه بضيفها كده. يبقى انا عملت سبيس اولاني. نشوف الموضوع الترس ده فيه ايه. لما بضغط على الترس هنا بيقول لي عايزة تعملي نسخة، عايزة تنقليها في مكان تاني، تمام، عايزة تخليها تحوليها لبي دي اف. طيب هنا بيقول لي عايزة حد يعمل منها نسخة اللاو كوبي كوليكشن. يبقى انا لو فتحت دي كده هسمح لاي حد ان ياخد منها نسخة وتتحط فين؟ في البوك ماركس اللي هي الاشارات المرجعية عنده. لو انا قفلت دي مش هيقدر ان هو ياخد منها ايه نسخة. يبقى اخلي بالي لو انا عايزه اسمح لحد ان هو ياخد نسخه من الكوليكشن بتاعي، سواء كانت في السبيس او في الكوليكشن فوق، يا اما اسيبها مفتوحه لو انا عايزاه يعمل ايه ياخد منها نسخه، مش عايزه بسيبها ايه مقفوله. تمام. طيب كده انا عملت الكوليكشن الايه الاولاني في الايه في السبيس ده، عايزه اشيره هو لوحده. هنا بيقول لي علشان اسمح بالشير لازم افتح دي، يبقى لازم اخلي بالي اللو شيرنج، يبقى لازم افتح الايه الجزء ده. هنا بيقول لي شير تو فيو علشان يتشاف. طب هنا عايزاه الناس تشوفها بابليك، تبقى للعامه كلهم كده. خلاص الجزء ده لو انا خدت ده كوبي، الناس لما هتشوف الكوليكشن دي سواء الطلبه او الزملاء او اي حد هيشوفها او هياخد الرابط ده اللي هو يشوفها بس، يعني ما يقدرش يضيف عليها. ده لو هي كاملة وأنا عايزة الناس تشوفها. طب لو أنا عايزة الناس تضيف عليها أهو تو تو إن هي تضيف على الكوليكشن دي، يبقى لازم آخد الرابط اللي تحت. يبقى خلي بالي في الشير علشان أعمل شير لازم أفتح الجزء ده، ودي كده تبقى بابليك. لو خدت الرابط اللي فوق يبقى تتشاف فقط، يعني تبقى رؤية له، وممكن أديله الإيه الكيو آر أو أخدها كإمبيد وأحطها في المدونات أو في أي موقع، أو زي ما إحنا اتفقنا على جوجل كلاس روم أو التيمز. طب لا ده أنا عايزة بقى المشروع ده الطلبة تتشارك فيه وتبدأ تضيف الإضافات بتاعتها، يبقى لازم أخد الرابط اللي إيه اللي تحت. طيب أنا لاحظت إن في مجموعة أنا مش عايزاها تشارك معايا، فعلى طول بعمل سيت للإيه لللينك والكود، يعني اغير الرابط ده. سهل جدا ان انا اغيره لو لاحظت ان في اي حد موجود معايا غير مرغوب فيه، فبعمل ايه تغيير للرابط علشان امنعه ان هو يضيف ايه عليها او ان هو يشارك ايه فيها. طب ارجع كده واروح على دروس كده من بره الاقي كوليكشن ايه واحده. طب انا ممكن اضيف تاني اهو. طب انا مش عايزه، يعني انا مش هحط عليها إيه حاجة، أنا بس مجرد هنكتب رقم ونطلع على كلمة دوس أدي اتضافت التانية. يبقى أنا هنا كأن السبيس ده ممكن أضيف فيه أكتر من مجموعة لموضوع واحد خاص إيه بيا. تمام. طيب نرجع تاني للكوليكشنز بتاعتي، وأروح هنا على الكوليكشن ده اللي إحنا دخلنا حضراتكم دخلتوا عليه وضيفتوا الايه الاستجابات بتاعتكم. اتمنى ان الجميع يدخل ايه يضيف بقيه الايه استجاباته. طيب هو انا هنا لو انا عايزه اضيف هنا حاجه، احنا هنا كان توقعاتنا لايه للورشه، هل لديك حساب على الويكلت؟ طيب احنا بقى عايزين نعمل موضوع مع بعض. انا هنختار مثلا موضوع اللي هو زي ما قلنا اللي هو التغيرات المناخيه، وخاصة إن كان عندنا مؤتمر المناخ. عايزة بقى هنا شفتوا أنا بمجرد ما كتبت التغيرات المناخية ظهر إيه؟ آد كولم، يعني ده ما كانش موجود أصلا. مجرد ما بكتب واحد وأضغط عليه إنتر أو إن أنا أخلص الكتابة بيظهر لي إن أنا أضيف عمود إيه تاني. طيب عايزة حضراتكم بقى يا ريت نعمل بسرعة كده سيرش ونشوف إيه اللي يحط لي صور، او ان هو يكتب لي نبذه عن التغيرات الايه المناخيه او مؤتمر الايه المناخ. يا ريت كلنا نشارك لان كلنا هنستفاد لو خدنا الرابط بتاع الويكلت ده وحطيناه في السوي بتاعنا، ده مشاركه حيه لينا كلنا باسمنا بتواجدنا داخل الايه الورشه. تمام. يبقى انا هنا اتمنى ان حضراتكم
اللي يرفع لي صورة أو إن هو يضيف أي معلومة عشان نبدأ نتعرف إزاي بقية الحاجات دي هضيفها. أنا بالنسبة للتغيرات المناخية فكده أنا قلت لكم الرابط بتاع الإيه الفيديو اللي أنا حطيته هناك، أنا هاخد ده الرابط ده دلوقتي كده، هاخد كوبي تاني نسخة اهوت وأوريكم. أنا لو عايزة شايفين التسع نقاط دول، أول ما ضغطت عليهم لقيت تويتر، لقيت فليب فيديو، لقيت يوتيوب، جوجل درايف، وان درايف، وإيه وأدوبي إكسبرس. لو أنا عندي حاجة في تويتر أنا عاملاها عن التغير المناخي هضغط على تويتر وأروح. طب أنا عشان أنا أخدت رابط اليوتيوب أنا هضغط على اليوتيوب وأحط الرابط اللي أنا أخداه. بيبدأ يعرض لي كذا فيديو عن الايه التغيرات الايه المناخيه. طب انا عايزه فعلا اعرف ايه التغيرات المناخيه في الشرق الاوسط، او ان انا يعني بص نلاحظ هنا وزاره البيئه بتحذر من التغير المناخي، ممكن اخد اكتر من ايه من فيديو من الفيديوهات دي وابدا اضيفها. طب نيجي نشوف مثلا الفيديو ده كده انا حددته، طيب والفيديو ده كمان حددته، ولو في حاجه تانيه يعني عايزه اقولكم ان انا ممكن احمل اكتر من ايه من فيديو في نفس الايه الوقت. اهوت وهضغط اد. ثلاث الفيديوهات هنا، ادي واحد اتنين اهوت ثلاثة، وممكن ان انا اشوفهم داخل الايه اهوت. لو انا ضغطت عليه هشوفه داخل الويكلت بحيث ان الطالب ما يروحش هو يدور على الايه على اليوتيوب ويتوه. المناخية الحادة تعيشها دول العالم كافة، ولكن هنا في الشرق الاوسط يبقى اللي يحب ان هو يدخل معانا على الويكلت زي ما اتفقنا، يمكن في بعض انضم لينا هنا علشان يقدر يضيف. انا هحط رابط تاني، رابط الويكلت اهوت. خلاص بعته يا استاذ علي. يعني شكرا يا استاذ سوزان، جزاك الله كل خير. بكده انا بحط كل الايه الفيديوهات الخاصة بالدرس بتاعي. جميل أستاذ سوزان، جزاك الله كل خير. يا ريت نحط صور أو نضيف أي معلومات عن التغير الإيه؟ التغيرات المناخية. يعني أنا بطلب من الطلبة بتوعي أهوات مثلا يحطوا صور، يحطوا فيديو، يحطوا أي معلومة. طيب أنا هنا بقول لهم، يبقى أنا هنا هكتب، احنا اتفقنا ان الاولاني ده احط فيه صور وايه وفيديو، هنا احط ايه معلومات. عن التغير الايه المناخي. طب انا ممكن احددها له اكتر، اقول له في الوطن الايه الوطن العربي. طب هنا المعلومات ديت هيجيبها منين؟ ممكن هنا هو زي ما اتفقنا لليوتيوب، او هو لو في حاجه موجوده على الايه الجوجل درايف، ممكن لو في اي حاجه على تويتر. لو ضغطت كده على تويتر عايزه اعمل سيرش على تويتر، هنا بيقول لي انت عايز هتدخل على اي تويتر، هتعمل سيرش وتدخل على اي تويتر. بالنسبه لنا انا مثلا هكتب تويتر بتاعي كحسني او البروفايل بتاعي، هنا جاب لي كل او فتح لي اهوت الحساب بتاعي وجايب لي كل انا حطاها عن ايه عن حطاها عندي.
هنا بيقول لو انا ببحث عن اشخاص فاي حاجه كانت موجوده ممكن اخدها واضيفها ايه اد من غير ما ايه ما ادخل على اي موقع تاني. طيب انا لو معايا روابط لمواقع عن التغير المناخي انا هاخد الموقع بس يفتح هنا الموقع هو بيكلمني عن التغير المناخي او تغير المناخ في العالم الايه العربي المخاطر والايه والحلول، جايب لي الصور ادي ان ايه انحصار الميه والارض اصبحت إيه؟ ايه حصل فيها الجفاف، وبيكلمني عن الحلول الايه اللي ممكن تبقى موجوده ان يبقى عندي زراعات الملحيه. انا خلاص عجبني الرابط ده انا باخد رابط كوبي وبديه للايه للطلبه، هاخد رابط كده دلوقتي واروح على الويكليت بتاعتي. انا بمجرد ما انا هحط الرابط على طول هيتحمل لي الايه الموقع اللي انا ايه اخده. لو لاحظنا هنا فوق كل حاجه بتتسيف اول باول اهوت سيفنج اهوت بيتم الايه تسييف، وادي الصور اللي احنا كنا لسه ايه شايفينها. لو الطالب ضغط على الجزء ده هيدخل عليه مباشره. شكرا استاذه رضا واستاذه اهتمام، جميل جدا الاضافات اللي بنضيفها الله ينور. يبقى انا هنا اقدر ان انا احط ايه رابط، شفنا اليوتيوب وشفنا الايه التويتر، في هنا الايه الفليب لو انا عايزه اعمل فيديو سريع على التغير المناخي هيدخلني على فليب وابدا اسجل فيديو عن التغير المناخي، او لو انا عندي موضوع عن التغير المناخي اللي موجود انا ممكن اخد يعني انا كنت عامله حاجه عن التغير المناخي. نشوف المجموعات بس ايه انا هاخد اي رابط دلوقتي بحيث ان احنا نبقى نشوفه ازاي بيتضاف. مثلا هاخد الوقت بتاع يوم الارض ده، هاخد الرابط ده كده ممكن اخده من فوق وممكن اخده من ايه من هنا اللي هو الايه الشير بحيث ان انا اخد ده كوبي اهوت، او ان انا باخد كمان كيو ار وان انا ايه اعمله داونلود واضيفه. تمام ندخل على الويكليت بتاعتنا. وهضيف هنا الرابط اهوت. هتظهر عندي اهوت ادي ايه علامة الفليب ويظهر عندي الايه الويكلت المجموعه اللي كانت موجوده على الايه الفليب واللي موجود فيها. طب هو انا ممكن احط رابط بطريقه تانية، ممكن اضيف الرابط بطريقه تانية من خلال اللي هو القلم ده، لما بضغط عليه بلاحظ ان في هنا هو رابط، بس هي عشان بيسيف الايه الخطوات فبتاخد وقت على ما تظهر. وهقف ان انا ايه زي ما اتفقنا ما بعوز اكتب اي حاجة إيه اخلي الخط بولد، انا عايزاه كعنوان اخده هيدر واحد عنوان اساسي كبير او عنوان ايه التاني، والمكان بتاعها الكتابة بتبقى على اليسار او على اليمين او في النص زي ما انا عايزة، وببدأ اضيف الايه الرابط اللي موجود معايا. في تقريبا حد اضاف حاجة ف فهمني. هنا الوكلت عماله تعمل سيف علشان ما فيش حاجه ايه تروح مننا. لو في حد عنده اي استفسار
لا التليجرام لو في اي حاجة عندك موجودة عليه انت بتاخدي الرابط بتاعها وتضيفيها، بتاخدي الرابط بتاع التليجرام اللي فيه الحاجة ديت وبتحطيها زي ما احنا حاطينها الروابط كده، لكن مفيش ربط بين التليجرام وبين الويكليت. احنا لما شفنا الحاجات اللي هي بيحصل فيها تكامل مع الويكليت، انا بضغط من هنا اللي هما التسع نقاط اللي هو تويتر والفليب واليوتيوب وجوجل درايف. لو في حاجة عندي محفوظة على الجوجل درايف فايه برفعها واحطها هنا، وعندي الايه الوان درايف. تمام، اي حاجة تانية باخدها كروابط وبضيفها هنا عندي. ادي الفليب ظهرت اهيت المجموعة الارض، وممكن ان هو يقراها كمان مش شرط ان هو يدخل على الفليب وايه ويشوفها هنا. ادي كل الروابط اللي كانت موجودة في المجموعة اهيت، والفيديوهات ممكن يشوفها ويتعرف عليها. يبقى انا بجمع له كل حاجته في مكان ايه واحد ما بيتوهش فيه ومنظم. والاشكال زي ما احنا شفنا انا اقدر اغير في الاشكال بتاعة الايه الويكلت زي ما انا عايزة. استفسارات على الشات، بس ان شاء الله توعدينا بقى بمحاضرة ازاي نبقى قائد في ويكلت وسفير بإذن الله. طب انا عايزه الشهاده بتاعت ويكليت علشان احنا وعدنا الناس. اه هبعتها. حلو، ماشي، حاضر. تمام، وهنفذ معاهم ازاي يدخلوا عشان يقدروا ياخدوا الشهاده. هو يوم الخميس تمام، ان شاء حاضر. الله في محاضره مع فريق استاذ امير يوم الخميس ان شاء الله الساعه 6، هنكمل فيها بقيه الاجزاء الخاصه بالويكليت باذن الله. إن شاء الله. هنبقى نضيف الرابط على الجروب بتاعنا بإذن الله. نفتح بس مع بعض حضرتك ضفتي رابط الشهادة أستاذة سوزان؟ اه ضفته تمام، والكود يعني كمان. احنا مجرد هنضغط على رابط الشهادة هيفتح معايا ويقول لي ستارت. هنا هبدأ أضيف الاسم الأول ليا، ما أضيفش يعني اسمي الأول بس، اول خانه انا بضيف الاسم الايه الاول وبضغط اوكي، وهنا اللاست نيم الاسم الاخير، هنا الايميل اللي هتوصل لي عليه الشهاده. يبقى انا مش بكتب اي ايميل، انا بكتب الايميل اللي عايزه الشهاده توصل عليه، ايميل يكون مفعل وتقدر الشهاده ان هي توصلني، والشهاده دي بتوصل في خلال يومين ثلاثه بتوصل لينا على الايميل. طيب هنا بيقول الكود بتاع الايه البريزنتر، حضرتك ضفتي الكود يا استاذه سوزان؟ اه طيب انا باخد ايوه الكود ده ضفته. اللي هو سعيد 29097، هو ده الكود اللي انا هضيفه عشان احصل على الايه الشهاده. هاخد الكود كوبي اهوت وهضيفه. هنا بيقول لي قيم الايه السيزون او الورشه التدريبيه اللي كانت موجوده، طبعا واحد يعني نجمه واحده يعني حسب ما ايه حضراتكم التقييم الايه الخاص بيكم. لو انا حبيت ان انا ارجع تاني في سهمين اهو، واحد يطلعني تاني للاعلى للبدايه خالص اهو زي ما احنا سجلنا في الاول الاسم الاول، عايزه انزل هنزل بالسهم التاني، هنا اللاست نيم اخر اسم ليا، هنا الايميل بتاعي، هنا كود المدرب اللي هو سعيد 29097. ببدأ أقيم الإيه المدرب حسب التقييم الخاص اللي حضراتكم شايفينه. هنا بيقول لي بقى اديني فيدباك عن الإيه المحاضرة، يا ترى استفدت منها أو ما استفدتش. طبعا كل واحد بيكتب زي ما هو عايز، طبعا يعني ممكن هنكتب إن هي كانت زي ما حضراتكم ايه تحبوا انكم تكتبوا التقييم بتاعكم عادي. وبضغط ايه سابمي، مجرد ما بضغط ايه سابمي بتوصل لي الايه الشهادة بتاعتي. هنا لو مواقع التواصل بتاعت ويكليت على الفيس وعلى تويتر وعلى لينكد ان،
أتمنى أن يكون الجميع تابع إزاي يحصل على شهادة ويكليت، ونكون سجلنا في الفورم. علشان نحصل على الشهادة من الخاصة بالإيه بالفريق. وشكرا لحضرتك. ما ننساش يوم الخميس هنستكمل ازاي نحصل على قائد وسفير ويكلت بإذن الله. لو في اي استفسار عند حضراتكم اتفضلوا، ما كانش فيه. شكرا جزيلا لوجود حضراتكم هي معانا. أستاذة شيماء بتسأل بتقول هل ممكن أضع أكواد باسمي؟ لو حضرتك بتدربي، لو حضرتك اخدتي قائد ويكلت بتبدأ بيبدأ ويكلت بيتواصلوا معاكي، تيم ويكلت بيتواصلوا مع حضرتك ويقولوا لك انك ممكن تحطي الأكواد، مش أي حد ممكن يضيف كود إلا لازم ويكلت نفسها تسمح له بإضافة الكود، لأنك بتسجلي ورشة تدريبية وبيبعت لك الكود الخاص بيكي. شكرا جزيلا يا أستاذة عليا، ودي شهادة تقدير لحضرتك، كل الشكر والتقدير. يعني ورشة كافية ووافية بصراحة. جزاك الله كل خير على الشرح الرائع، بارك الله فيك يا رب. شكرا لحضراتكم وشكرا للحضور الكريم.